السلام عليكم يا شباب، مع فيديو جديد من فيديوهاتنا. وهنتكلم المرة دي عن واحد من آخر الموضوعات في جزء الهاند. الفاسكولار بتاع الهاند بيتعمل ازاي؟ قالك بيتعمل في شكل ارشز. ارشز يعني ايه؟ في تعالى كده نبص معايا، بص معايا الصورة دي كده، بص كده الفيزلز في الهاند عاملة ازاي. قالك والله بتلاقيها بشكل ارشز كده، زي الثلاث ارشز اللي موجودين قدامك دول كده. الارشز دي بيطلع منها فيزز تغذي جوانب الاصابع، اوكي؟ فقال لك بس يبقى احنا لما نيجي نتكلم عن الارتيريال سبلاي بتاع الهاند هنقول ايه؟ هنقول والله ان الارتيريال سبلاي بتاع الهاند في صوره ارشز عددهم كام؟ قال لك والله ما تنساش ان احنا بنعمل سبلاي للبالم والسول. فقال لك بس يبقى احنا هيبقى عندنا اربعه ارشز، اتنين منهم بنسميهم بالمر ارشز، واتنين منهم بنسميهم كاربال ارشز. ايه بقى حكايه البالمر ارشز والكاربال ارشز؟ تعال نعمل فوكس كده. قال لك والله بص، البالمر ارشز قال لك في اتنين، واحد كده سوبرفيشال يعني في الطبقات العليا للهاند، واحد ديب عميق. فقال لك هنسميهم خلاص يبقى الاتنين بالمر ارشز دول اللي موجودين داخل البالم في منطقه الكف، في المنطقه دي كده. قال لك واحد منهم ظاهر اسمه سوبرفيشال، والتاني منهم عميق، فهنسميه الديب بالمر ارش. طيب الكاربال ارشز، كاربال ارشز يعني موجودين فين؟ يعني موجودين عند منطقه الكاربال بون، عند منطقه الريست. فقال لك بص، في واحد قدام هنا على الريست من قدام، في واحد على الريست من ورا. فقال لك بس يبقى الكاربال ارش اللي موجود قدام السطح الامامي للهاند اسمه ايه؟ اسمه البالم. فقال لك بس نسميه بالمر كاربال ارش، يعني الارش الفاسكولار ارش اللي موجود على البالم بس قصاد الكاربال بون. طيب يبقى العكس، قال لك في واحد تاني موجود على الكاربال بون بس على الباك، نسميه ايه؟ قال لك سميه دورزال كاربال ارش. تعال نشوف كده في الصوره، بص معايا للصوره. هتلاحظ كده، شايف الارش ده كده والارش ده كده، الاثنين موجودين في منطقه البالم الداخليه، بس في واحد منهم تحسه عالي كده مرتفع ظاهر اسمه ايه؟ قال له سؤالك اسمه سوبرفيشال بالمر ارش. طب شايف اللي ماشي تحته ده كده؟ قال لك برضه موجود في منطقه البالم بس ديب، فقال لك نسميه ديب بالمر ارش. طيب شايف مش دي منطقه الكاربال بون اهي؟ العظام الكاربال بون بتاعت الريست، في ارش ماشي عليها في منطقه البالم، فقال لك بس نسميه ايه؟ او عاليات دي من قدام، قال لك نسميه بالمر كاربال ارش. في واحد قصاده بس على الباك اوف ذا هاند، انا مش ظاهر هنا اكيد. اللي موجود على الباك اوف ذا هاند نسميه ايه؟ قال لك نسميه دورزال كاربال ارش. بيتكونوا ازاي بقى الارشز دي؟ بص كده، بص كده، تعالى معايا نفتكر ازاي الراديال ارتري والالنر ارتري كانوا بينتهوا في الهاند. كنا بنقول ان احنا عندنا الراديال لاترال والالنر ميديال. الالنر بيجي ينتهي ازاي؟ قلت لك كان بيمشي بهذا الشكل كده، يدخل لاترال البيزي فورم بون، وبعد كده يروح جاي مديني برانشين. واحد منهم كنا بنسميه الديب برانش، والتاني منهم كنا بنسميه السوبرفيشال برانش بهذا الشكل، وده الالنر ارتري. ده ايه؟ ديب برانش، او نسميه ديب بالمر برانش اوف الالنر ارتري، وده السوبر فيشيال برانش، برضه السوبر فيشيال بالمر برانش اوف الالنر ارتري. طيب بالنسبه للراديال، كنت بقول لك ان الراديال ارتري بيجي يعمل ايه؟ قال لك بيعمل ويندنج كده باكورد عشان يرجع للباك بتاع الهاند ويمشي في الحته بتاعت الاناتوميكال سناف بوكس. بس كان بيعمل حاجه، كان بيديني كده سوبرفيشال بالمر برانش بهذا الشكل، يبقى ده ايه؟ ده الراديال ارتري، ده برانشو اللي اسمه السوبر فيشيال بالمر برانش. تعالوا بقى نشوف الارشز بتتكون ازاي. بص معايا كده، اول ارش معانا انا هشرح السوبرفيشال بالمر ارش بيتكون ازاي. السوبرفيشال بالمر ارش قال لك بيتكون بهذا الشكل، يعني
طيب ده سوبرفيشال بالمر ارش. سوبر فيشيال بالمر ارش بيتكون من ايه؟ قالك والله بيتكون باتحاد اتنين سوبرفيشال برانشز، السوبرفيشال برانش اللي جاي من الالنر مع السوبرفيشال بالمر برانش اللي جاي من الراديال. الليفل بتاعه فين؟ بص كده، قالك والله مش ده الثامب يا جماعه، ده الثامب، اعمل اكستنشن للثامب كده. قالك في له بروكسيمال اند وفي له ديستال اند. عند الليفل بتاع الديستال اند هيظهر السوبرفيشال بالمر ارش. الليفل بتاع الديستال اند يمشي كده معاه على الهاند، يظهر الليفل بتاع السوبرفيشال بالمر ارش. طب الديستال اند قال لك هيظهر عندها الديب بالمر ارش. بص كده، دي البروكسيما، دي الديستال اند بتاعت الثامب، قصادها مباشره يظهر السوبرفيشال بالمر ارش. طيب البرانشات بتاعت السوبرفيشال بالمر ارش بتعمل ايه بقى؟ بص معايا كده البرانشز، قال لك بص السوبرفيشال بالمر ارش بيديني البرانشات دي، اللي موجود منهم قبل التفرعات بنسميه ايه؟ قال لك هنسميه كومن ديجيتال ارتري. طيب بعد ما تفرعوا، دلوقتي بعد ما تفرعوا بقوا موجودين فين؟ بقوا موجودين داخل الاصابع، فنسميهم بالمر ديجيتال ارترز. لاحظ ان كل اصبع، كل صابع بياخد اتنين، بياخد ميديال بالمر ديجيتال ولاترال بالمر ديجيتال، ميديال بالمر ديجيتال ولاترال بالمر ديجيتال. طيب هو الميديال فين واللاترال فين؟ كده لاترال وكده ميديال، اوكي، هنا لاترال وهنا ميديال. طيب كده انا اديت كل الاصابع، مش فاضل لي غير الثامب وجزء من الاندكس. ياخده منين بقى؟ قال لك بس نعمل الديب بالمر ارش. الديب بالمر ارش بيتكون من ايه؟ قال لك اكيد في برانش اللي هو الديب برانش، ده الديب برانش بتاع الالنر، هيشارك في الديب بالمر ارش، بس هيشارك مع ايه؟ قال لك بص معايا، مش الراديال ارتري كان بيجي، هو كان ماشي على على الفرونت، بيجي يعمل ويندنج كده عند اللور اند بتاعت الراديوس وبعد كده يروح للباك. قال لك اول ما بيوصل لمنطقه الباك بتقابله عضله من العضلات اللي موجوده هنا، اسمها ايه العضله دي؟ اسمها الادكتور بوليسس. العضله دي اسمها الادكتور بوليسس، بيروح جاي داخل ما بين التو هيدز بتاعتها بتوعها عشان يرجع مره تانية للبالم. يعني احنا لو حبينا ان احنا نرسمه كده بشكل تخطيطي، بص كده يا سيدي، بعدين يظهر عندي مره تانية في منطقه البالم بهذا الشكل. يعمل لي قرش بهذا الشكل. اسم القرش ده ايه؟ قال لك ده سوبرفيشال يبقى ده ديب بالمر قرش. خلينا نعمله كده، ديب بالمر ارش. الديب بالمر ارش الليفل بتاعه فين؟ قال لك بص دي كده ديستال اند ودي بروكسيمال اند. كنا بنقول ايه؟ ديستال اند قصاد سوبرفيشال بالمر ارش، البروكسيمال اند قصاد الديب بالمر ارش. اهو بص كده. طيب البرانشات بقى بتاعت الديب بالمر ارش بيدي برانشات ايه؟ بص معايا، اول برانشين بيطلعوا من الراديال، من ناحيه الراديال ارتري ساعه ما دخل للفرونت اوف ذا هاند مره ثانيه. ادا برانش، بهذا الشكل. البرانش اللي راح يغذي الاندكس بنسميه ايه؟ قال لك هنسميه ده كده، هو ده، بس انا مش عارف اجيب له سهم. قال لك هنسميه ايه؟ بص كده، مش هو البرانش الرئيسي اللي رايح للاندكس، والاندكس كنا بنسميه بوليسز، فقال لك بس نسميه برين سيبس بوليسز، يعني البرنسبال ارتري بتاع الاندكس. طيب الارتري اللي ماشي على اللاترال سايد
بتاع ال بتاع ال سوري ده الثمب principles policies اللي هو رايح يغذي مين artery of the thumb. طيب اللي ماشي على اللاترال سايد بتاع الاندكس قالك نسميه ايه؟ هو ماشي على اللاترال سايد بتاعه او على الراديال سايد بتاعه او خارج من الراديال artery ناحيته، فقالك بس نسميه radialis indices artery. اوكي كده انا غذيت كل الاصابع. بس في حاجه تانية، في برانشات كمان بتطلع من الديب بالمر ارش. قال لك بص كده، البالمر ارش مش بيكتفي كده بانه يدي برانشين للصابع ونص دول، لا لا بيروح جاي مدي برانشات بهذا الشكل كده. البرانشات دي طالعه منين؟ طالعه من الديب بالمر ارش. رايحه فين؟ رايحه للكومن ديجيتال ارتريز عشان تشارك او تدي مور سبلاي للكومن ديجيتال ارتريز، لان انت عارف ان الهاند بيحصل لها انقباض وانبساط، فممكن اي ارتري منهم يتقفل، فلازم يكون في عده اناستوموزس تغذيه. فقال لك بص مجموعه الارتريز دي ماشيه فين؟ قال لك بص كده احنا عندنا كاربال بونز، بعد كده بيتحول ميتا كاربال بونز، بعد كده الفلانجيز. ماشيه فين؟ ماشيه قصاد الميتا كاربال بونز. فقال لك يبقى نسمي اي واحد منهم ايه؟ قال لك بص هنسميهم بالمر ميتا كاربل، يعني ماشي قدام الميتا كاربل بونز ارتريز، بالمر ميتا كاربل ارتريز. بس كده قال لك لا دي كمان بتدي شويه برانشات كده ترجع لورا. البرانشات اللي هترجع لورا دي هتراجع عامله لي ارش في هذه المنطقه. الارش ده موجود فين؟ موجود قدام الكاربل بونز وعلى السطح الامامي للهاند. فقال لك بس الارش ده نسميه ايه؟ قال لك نسميه بالمر كاربل ارش. الارش ده مهم ليه؟ لانه بيغذي معظم عظام الكاربل بون من السطح الامامي. تعالوا نشوف احنا خدنا كام ارش دلوقتي. خدنا سوبرفيشال بالمر ارش اللي كان بيتكون بالتو سوبرفيشال برانشز وكان بيدي 3 صابع ونص على الميديال سايد. طيب تاني ارش بتاعنا كان اسمه ايه؟ كان اسمه الديب بالمر ارش اللي كان بيتكون بنهايه الراديال مع الديب برانش بتاع الالنر، وكان بيدي صابع ونص وبيشارك في تكوين الكومن ديجيتال ارتريز من قدام وبيرجع بارتريز لورا. قال لك الارتريز اللي راجع لورا دي اسمها ايه؟ قال لك نسميهم ريكارنت ارتريز، يعني الارتريز اللي راجع لورا. تكون ايه؟ تكون الارش الثالث بتاعنا اللي اسمه البالمر كاربال ارش قصاد الكاربال بون قدام عشان تغذي منطقه الريست. طب احنا كده اتكلمنا على الهاند من قدام، طب الهاند من الباك بص كده معايا. بص كده ده الباك بتاع الهاند عشان بس ما نضيعش وقت فيه. الباك بتاع الهاند ايه اللي بيحصل فيه؟ بص كده انا كان عندي الراديال ارتري ماشي هنا بيلف على اللاترال سايد عشان يرجع للباك اوف ذا هاند، فده الراديال ارتري الاقيه ظاهر عندي بهذا الشكل كده. وبعد كده بيجي الراديال ارتري يدخل ما بين التو هيدز بتوع عضله من العضلات اللي احنا اتكلمنا عنها قبل كده وقلنا اسمها الادكتور بوليسس. اوكي لها تو هيدز، هو بيعدي ما بين التو هيدز بهذا الشكل عشان يرجع مره ثانيه للبالم اوف ذا هاند ويشارك في تكوين الديب بالمر ارش. بس هو قال لك هو ما بيكتفيش بكده، قال لك وهو ماشي في المنطقه دي كده بيروح جاي مدي برانش كده على الباك بتاع الريست بهذا الشكل. تعالوا بقى نشوف السبلاي بتاع الباك اوف ذا هاند. بص يا سيدي البرانش بتاع الراديال ارتري ده، البرانش اللي هو اداه قبل ما يعمل ديبنج بتوين التو هيدز بتوع المصل، البرانش ده هيكون البوستيريور او الدورزال كاربال ارش. الدورزال كاربال ارش بيعمل ايه؟ قال لك بص كده بيديني البرانشات دي. اسمهم ايه دول؟ قال لك اسمهم دورزال ميتا كاربال ارتريز، دورزال ميتا كاربال
ارتز، كل واحد بينتهي بانه ينقسم الى ديجيتال برانشز يروحوا لثلاث صابع ونص على الميديال سايت. طيب بالنسبه لبقيه الصابع ونص دول ايه اللي بيحصل لهم؟ قال لك والله بيطلع لهم برانشز من الراديال نفسه قبل ما يجي يرجع ثاني للفرونت اوف ذا هاند، بيدي برانشين بهذا الشكل. بص ده اسمه ايه؟ برينسيبس بوليسز، يعني الارتر الرئيسي للثامب زي اللي فات. وده اسمه ايه؟ قال لك اسمه رادياليز انديسز. بكده يبقى انا اتكلمت على اربعه ارشز: سوبرفيشال بالمر ارش، ديب بالمر ارش، بالمر كاربال ارش، ودورزال كاربال ارش. بكده يبقى انا خلصت الارتيريال سبلاي بتاع الهاند. طب الفينس سبلاي بتاع الهاند بيجي ازاي؟ بص كده الموضوع سهل. قال لك والله بيبدا الفينس درينج بان في مجموعه من الفينز كده بياخدوا الفينس درينج من الدورزال بارت بتاع الاصابع عشان يعملوا ارش على الباك بتاع الهاند. اسمه ايه؟ قال لك اسمه دورزال فينس ارش. الدورزال فينس ارش يبقى له تو اندز، واحد على اللاترال سايد واحد على الميديال سايد. اللاترال سايد بتاعته بتعمل فين اسمه السيفاليك او الكيفاليك فين زي ما انت عايز تقوله، والميديال اند بتاعته بتعمل فين تاني اسمه البازيليك فين. اوكي الفينز دي بيحصل لهم ويندنج، هما كده على الباك فبيحصل لهم ويندنج ويرجعوا للفرنت بهذا الشكل. بص كده بقوا على الفرنت بتاع الهاند، على الميديال سايد فانت بتتكلم في بازيليك فين، وعلى اللاترال سايد انت بتتكلم في سيفاليك فين. بيصل ما بينهم في الكيوبيتال فوصة فين اسمه الميديان كيوبيتال فين. الفين التو فينز بيطلعوا لحد ما يطلعوا للابر اند عند منطقة الشولدر عشان يجي البازيليك فين يصب في الكيفاليك فين، والاثنين يروحوا يصبوا في الاكزيلاري فين. ده الفينوس درينج بتاع الهاند. الموضوع سهل ان شاء الله. بكده يبقى انا خلصت جزء الهاند. اشوفكم بخير في فيديو جديد. السلام عليكم.